هو ده الجمهور، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه من حضراتكم، ان انتوا خلال الفتره اللي جايه دايما تبقوا واقفين كالعاده. يعني انا ما بقولش حاجه جديده، ولكن انا بأذكر دايما لانه في اوقات كده البعض بيحتاج التذكره. طيب قبل بس ما اتكلم عن اي حاجه، عايز اتكلم عن مباراه الزمالك ومصر المقص. احنا في قناه النادي الاهلي بالمناسبه، مش في قناه تانية، احنا في قناه النادي الاهلي. نادي الزمالك ادى مباراه رائعه، نادي الزمالك ادى مباراه رائعه، ونادي الزمالك يستحق الفوز بجداره على نادي المقص، لانه جاب جونين في وقت يعني قاتل الحقيقه. يعني لو المباراه كانت خرجت الشوط الاولاني 0-0 كانت النتيجه دي من وجهه نظري كانت هتتغير، ولكن هدفين في نهايه الشوط الاول الحقيقه. محمود علاء احرز هدف المباراه الاول، ثم طارق حامد عمل واحده لمحمود علاء احرز بها الهدف الاول، ثم ضرب الجزاء يعني ممكن لها ما لها وعليها ما عليها، وهدف تاني لنادي الزمالك. بعد كده الشوط التاني الحقيقه نادي الزمالك ادى مباراه رائعه وجيده جدا. احنا في قناه النادي الاهلي مش في قناه تانية، وبنقول هذا الكلام. ليه بنقول هذا الكلام؟ لان احنا دايما النادي الاهلي الثقه بتاعتنا كبيره جدا. يعني ما بنقلقش، ما بنتضايقش، بالعكس. انا قعدت كده وانا قاعد بفتكر خلال الفترات اللي فاتت، ويعني الحمد لله الواحد لعب اوقات طويله جدا في مع النادي الاهلي. خلال الاوقات اللي الواحد لعب فيها مع النادي الاهلي، انا او غيري الجيل ده او اي جيل تاني، الحقيقه كانت المباريات بننزل المباريات كاننا نازلين، يعني بتبقى النتيجه معروفه مسبقا الحقيقه. فكنا بنبقى نازلين المباريات يعني عايزين منافسه يا جماعه، عايزين حد ينافس. احنا كنا كده. احنا انا هسال برضو الكابتن ماهر النهارده، الكابتن ماهر وكابتن ابراهيم عبد الصمد في الجزء الاول هيكونوا معايا، وبعد كده كابتن فتحي نصير وكابتن اسامه حسني هيكونوا معايا في الجزء الاخير من هذه الحلقه. هسالهم برضو، هو انتم ايامكم كانت المنافسه موجوده ولا ما كانتش موجوده؟ ف لما كنا بننزل المباريات ما يعني كنا حابين ان يبقى في منافسه اكتر، كنا حابين دايما ان المنافسه بتخلينا نعلى، تخلي مستوى ادائنا يعلى اكتر واكتر. ولكن كنا دايما بننزل المباراه، لولا هذا الجيل اللي انا بتكلم عن الجيل اللي انا كنت متواجد واتشرف بالتواجد معاهم، الجيل اللي انا كنت متواجد فيه وما بعده الحقيقه لغايه وقت قريب، ان الجيل ده كله كان لما بينزل المباريات، لولا ان هذا الجيل عنده طموح كبير جدا، ان هو كان دايما عايز يكسب كل مباراه بغض النظر عن المنافس اللي قدامك، لانه كانت كل المنافسين، ما كانش فيه منافسين الحقيقه، كان كل المنافسين بعيد عننا جدا، بعيد عن هذا الجيل من اللاعبين. فالمنافسه بالنسبه لنا او بالنسبه للنادي الاهلي دايما بتبقى حلوه، دايما بتبقى حلوه. يعني ايه دايما بتبقى حلوه؟ يعني النادي الاهلي مثلا يعني في سنه من السنين كان هناك فارق في النقاط ما بين النادي الاهلي، انا مش متذكر، اعتقد الزمالك اللي كان في المركز الاول، وفارق 13 نقطه، 13 نقطه. عارفين مين اللي خد الدوري؟ عارفين مين اللي خد الدوري في الموسم ده ولا مش عارفين؟ الأهلاوية طبعا بيردوا عارفين، الأهلي اللي خد الدوري. ليه؟ لأن الناس الحقيقة أو الأهلاوية تحديدا بيحبوا المنافسة الصعبة، بيحبوا دايما أن تبقى في حاجة صعبة كده وتخلي كل الناس تشتغل وتموت نفسها، وفي الآخر النادي الأهلي يقوم جاي معدي كده معدي كده معدي كده، وبعدين يوصل في الآخر ياخد اللي هو عايزه. في بعض الاوقات ما بتحصلش، ولكن ده الطبيعي او ده النورمال او ده العادي، اللي هو 90% من الدوريات اتخذت بهذا الشكل. فالمنافسه حلوه، المنافسه بتخلي لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي بالفكر اللي موجود دلوقتي والشكل اللي موجود دلوقتي تخليهم يروحوا في حته تانية خالص. فالزمالك ادى مباراه كويسه هايله، الشوط الثاني تحديدا عمل مباراه هايلة. طبعا في بعض الناس، في بعض الناس والقنوات المؤجرة قالت ايه؟ قالت ان لما الاهلي لعب المقص قالت لك ايه؟ قالت لك اصل المقص ما كانش في مستواه. انا مش هقول كده الحقيقة، انا مش هقول ان المقص ما كان وحش وان المقص كان يستحق الهزيمة وكذا وكذا، لكن انا بقول ان الزمالك اللي كان كويس. فالمنافسة لما تبقى موجودة بتبقى فيها حلاوة كده، ما بتاخد الدوري في الاخر بتبقى فيها حلاوة، او لما بتاخد الكاس في الاخر بتبقى فيها حلاوة. لكن تفضل تكسب 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 تكسب، لولا ان الجيل اللي فات مثلا، انا خليني اتكلم على الجيل اللي انا شفته،
الجيل اللي فات ما كانش بيزهق، كان دايما عايز ياخد بطولات بطولات بطولات، فكنا بناخد كل البطولات تقريبا. لكن اما تبقى المنافسه موجوده تبقى احلى واحلى واحلى، وبتبقى الجمال في الاخر لما تاخد بقى البطوله وتقعد تحتفل مع جماهيرك وتحتفل مع ناديك وتحتفل مع اسرتك ومع ناسك، وتفكر بقى اولادك لما تكبر وتبطل يا جماعه انا يعني في سنه من السنين حصل كذا كذا كذا، والمنافسين اللي كانوا معايا كانوا كويسين جدا وعاملين شغل كويس جدا وموتوا نفسهم وكل حاجه، ولكن في الاخر انا اللي خدت البطوله. ولاعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي هم كده وما بيفكروش غير في كده. انا النهارده اتكلمت مع عدد كبير من اللعيبه، لعيب النادي الاهلي كل تفكيرهم ازاي اكسب المباراه اللي جايه، مباراه سيمبا، وبعد كده هيفكر في مباراه امبي اللي هي اول مباراه لينا بعد كده في الدوري، وبعد كده هيكسب، يكسب بسيمبا ان شاء الله ويكسب امبي ان شاء الله ويفكر في المباراه اللي بعدها. ده اللي خلاني اقول الكلام اللي انا بقوله ده، وده اللي خلاني اداني من جوايا تفاؤل ان انا الفتره اللي جايه فيها كتير قوي 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 على الرغم من الاصابات واللي بيحصل ده كله واللي حضراتكم شايفينه وعدم الانسجام وحاجات كتيره جدا موجوده، ولكن عندي تفاؤل وغير طبيعي وطموح غير طبيعي ان الفتره اللي جايه هتشوفوا فريق النادي الاهلي ده هيعمل ايه. فالمنافسه حلوه، والمنافسه بتخلينا دايما كده مبسوطين وفرحانين لما بنكسب في الاخر، هي دي اللي بتبقى الفرحه مضاعفه، ان انت المنافس بتاعك عمل كل حاجه كل حاجه عشان يكسب الدوري مثلا او الكاس او اي بطوله بيخش فيها، ولكن انت كسبت، كسبت بمجهودك وبعرقك وبفلوسك وبجمهورك، كل ده اتعمل عشان حاجه اسمها المنافسه. فالمنافسه ايام كتيره جدا الفتره اللي فاتت زي ما بقول لكم وهكرر تاني ما كانتش موجوده، لولا ان هذا الجيل كان عنده طموح دائم في المكسب كانت الامور هتبقى مختلفة. وبالتالي مبروك، ثلاث نقاط مهمة لنادي الزمالك استطاع بيهم ان هو يزود رصيده من النقطة 42 او 42 للنقطة 45، وتزداد المنافسة اشتعالا، تزداد المنافسة اشتعالا، هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين المنافسة تزداد عشان نشوف هتعرفوا معدن لعيبة النادي الاهلي خلال الفترة القادمة من خلال وجود هذه المنافسة.